لا احبان ديالي، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. الله يحفظكم فين ما كنتو. شكرا بزاف 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 على الطوندوز، وكنتمناكم تكونوا مزيانين. والله يسهل على البنات والدراري ومواتي العزاز، الله يخلي لكم صحيحتكم. بغيت نقول لكم في هذا الفيديو بان واحد الحاجه مهمه اكتشفتها في الحياه هو ان نعمه الخوت، يعني في هذا الموقف اللي كنت فيه انا عاد عرفت شنو ما الخوت، عاد عرفت شنو هي اختك شنو هو اخوك. ما خلاونيش وعاونوني ووقفوا معايا صراحه ديال الله الاحب. ما درتش يدي في المبارد، خصوصا اختي ماجده الله يحفظها ليا ويعطيها الخير. عاوناتني باي حاجه طاح لكم على بالكم، عاونتني معنويا ماديا، شحال من حاجه خداتها هي وراجلها، وشحال مساكن جراو معايا جمعوا ليا الوراق داروا ليا كل شيء. يعني احنا جينا لقينا داك الشيء واجد كما تقول، انا غاجي تجلست ودرت رجل على رجل. الله يحفظ ليا خوتي كاملين والله يخطيهم عليا، لان يعني فعلا داك الشيء اللي كنا المعامله اللي كانت بيني وبين خوتي صراحه ما مشاتش غير هكاك، يعني كما كيقولوا دارت المفعول ديالها. واللي بغيت نقول لكم قبلوا على الصوت ديالي، راكم عارفين انا راديجة ملي مشيت للمغرب ما عنديش الصوت، وحتى فاش رجعت راه ما عنديش العيار رجع عليا وكل شيء. واللي بغيت نقول لهذوك البنات اللي كيقول لك شي حاجه مستحيل، ما كاين حتى حاجه مستحيل، كل شيء ممكن. وسير غير فين بشاك الله. والحاجه نقول لك تكون انسان زوين وتكون قلبك زوين باغي الخير، ربي ما غيخيبكش. واي حاجه خايبه يبعدها ربي عليك، والحاجه اللي مزيانه راه غيجيبها لك بطبيعه الحال. واهم حاجه، اهم حاجه كنأكد عليها وهي رضا الله ورضا الوالدين. الا بغيتي تمشي في طريق زوين، بغيت نقول لكم بانني وجدت كل شيء وكريت الحويجات وهذه. مهم راجل اختي مسكين تكلف صراحه بكل شيء، مع هو كيعرف الناس راكم عارفين مولات الحوايج صراحه دارت معنا داك الشيء زوين واثمنه. المهم الحويجات عندها اصلا زوين، تكاشط انا الاولى لبستهم، تكشيطه الحنه وتكشيطه ديال الحفله اول وحده كتلبسهم هي انا، يعني جابتهم جداد كي جابتهم لبستهم انا. سبحان الله، تقول بحال كان كيتسناونا هنا. راه ماجده اختي موجده كل شيء، راه هي اللي كتصور لكم. والبليغه خلاص شريتها انا، دوك ليتوش الصغار انا اللي خديتهم، معجبني داكشي صراحه راكم عارفين. كنت كنقول راه نتزوج اي حاجه بغيتها غناخذها، شري حويجات ندير حفله لراسي وهادي، بما ان يعني راجلي ما عندوش وقت انه ما عندوش كونجي وما عندوش وقت يعني باش نديرو شي عرس وكذا وهادي. كان مسكين عنده غير 3 ايام هي فاش جا المغرب تكاتبنا، داكشي علاش ما درت حتى شي حاجه، درت غير حفله بيني وبين العائله. بغيت نقول الناس العائله ديالي كامل اللي كتشوفني، راه حنا ما درنا لا عرس ولا درنا غير حفله بين الوالدين. هادشي اللي كاين، كون درت عرس بطبيعه الحال غادي نعرضها على كلشي. المهم نتمناكم تكونوا مزيانين ودعواتكم، والله يسهل على البنات كاملين. وحيدات من لقب البيرات، الحمد لله. دابا اختي مع المتزوجات، الحمد لله. هيا ورينا الضفيرات، ويلي بقينا حتى الربعة الصباح. ويلي سني باقا كاع ما سنيت العقد بلاتي بلاتي. ثلاث سنين، ثلاث سنين، ثلاث سنين باقا في خطر. هو هو نخليه يخرج بعدا من عندنا. كلشي تقليدي، حنا درنا داكشي بلدي هاكا كتشد في.
كي ويا الاحب بن شبنا ضحك على مولاي السلطان، قالت لي النقافه راه خاصك دير الحنه. قال لها ويلي علاه ندير الحنه؟ قال لي انا ما عرفتش انا كندير الحنه غير الدراري الصغار ملي كيطهروا والديهم اللي كيديروا الحنه. قالت له لا راه خاصك ضروري دير. سبحان الله العظيم دارت له في البلاصه وهي تخرج لي ما شاء الله حمراء. قلت لها انت قلبك زوين. ايوا الحمد لله نوريو التقاليد ديالنا. احسن حاجه اللي عجبتني في هاد ولد الناس هو ان عائلتي بغاو وانسان طبيعي وفروجي وتيضحك ولله الحمد. دير امي يديك احب نشوفو يدين ويدي ويدين امي. شوف خرجت لينا الحنانه امي واعره واعره. يا سلام يا سلام انا وياك خرجتنا بحال بحال. ايوا اش غنقول لكم الاحبه نتعطلت عليكم في الفيديوهات هنا راه عرفتي شبعوا ضحك تبارك الله. عرفتي واحد العدول تلاقينا معاه الله يعمر ليه الدار، والناس مساكن تلاقينا معهم الله يعمر ليهم الدار فرحوا لينا وقالوا لينا شفناكم فاهمين واش نتوما كتعرفوا قبل. قلت لهم ما كنعرفو ما كيعرفني تلاقينا صدفه. قال لي بغيت الحلال بغيت نتزوج بك. قلت ليه مرحبا تفاهمنا على كل شيء، هو من عنده وانا من عندي ويا غدا حتى دوزنا داك الشيء بخير وعلى خير الحمد لله. هو انه كيفهمني هذا هو المهم في هادشي كامل. سيدي ربي لا عيبان عرفتي شتي البايره ملي كتبور ومشكله. وعرفتي عود من سني العقد ديالي زنيت العقد ديالي وديال العريس والوراق ديالي وديالو كاملين. ومسكين العدول عاد مشى بقى كيعاود لينا عاوتاني عقد اخر. قالوا لي يا بنيتي انت في عار لك تمسكتو خلوني نسني. انا قلت لهم غزت فعلا السنيان عرفتي وبقاو غيرت نسني في الوراق نسني. واش ديت السيلو سنيت له كاع في داك الوراق اللي حط لي. قال لي يا بنيتي انت في عار الله. قلت له عمي اش غادي ندير هادشي اللي عطى الله عرفتي. قلت لي بنادم ماشي يكون بايرو في الاخر يتزوج راه اش نقول لكم لا اله الا الله وصافي. والله الاحب انا باغا نحط لكم فيديوهات كاملين بالتفاصيل الحفله اللي دازت وكاع داكشي اللي درنا ان شاء الله غنحطو لكم. بغيت نحط لكم عدد الفيديو دابا باش تعرفوني فين راني وعرفتي دكدكت وكل شيء وانا كنحط لكم هاد الفيديوهات وانا راه في اسبانيا راني جيت وكنحط هاد الشيء وان شاء الله باش نشارك معكم التفاصيل ديالنا. وهنايا راه لقيتوني عاودوا جابوا لنا عقود اخرين عاودتني عاودنا سنيناهم وصافي. من سالينا مشينا ديريكت للفطور فطرنا في واحد القهوه كاينه حدا الدار فيها فطور واعر وجابوا لنا مساكن الورد واستقبلونا زعما شنو نقول لكم ولله الحمد يا ربي. والاحبه شحال قشبوا عليا خوتي وشحال ضحكوا واش غنقول لكم راه لا اله الا الله. عرفتي شدوا فيا واحد الشده راه ما يمكنش. خويتي يقول لي هاي هاي على بنت الغربه تزوجها بقات صبايره هاي هاي. ومن بعد ما سالينا احبه الفطور صافي مشينا للمحل باش نتقدى القندورات اللي غادي نجيب معايا مقلبسهم. دابا راكم عارفين الصيف صراحه هاد القنادر زوينين في الصيف. ومشينا ناخذوا المولاي السلطان شنو غادي يلبس النهار ديال الحفله ديالنا هنا. صافي درنا نهار الحنه والعقد وتقدينا كاع داكشي اللي خاصنا. والفيديو الجاي ان شاء الله نبارطاجي معكم الحفيله اللي درنا بينا وبالوالدين والكادويات اللي جاب ليا هو. المهم داكشي على قد الحال. انسان ما دارش شي مناسبه كبيره نيت كما كيقولك المهم هو المعقول. اما داكشي ديال العرسات كاع ما كيدوم. تخيلي ديري شي عرس خسري فيه الملايين وفي الاخر تصدق توقع شي حاجه كدا ولا كدا تصدق مفقوسه وتضيع فلوسك على والو كدا. المهم عاد ولا مش طراجي انا كنقول. انا كنعرف ناس داروا عرسات في القاعات بالملايين وفي الاخر العرس كاع ما كمل. الله يحفظ والله يستر. اللي مهم هو ان الانسان يكون ولد الناس ويكون المعقول. حتى حاجه ما كتهمني في الدنيا من غير يكون المعقول يتهلا فيا ويكون بيا فقط. كما شفنا امي كدير لبا راه انا غندير الزوج ديالي نلبسو صنداله نلبسو تقاشر ندير ليه الماساج نطيب له نصبر له نقطع له ضفارو. وحنا هذاك الشيء تربينا عليه. شفنا امي كيفاش كدير مع الاب ديالي. كاين اللي تقولك انا راجلي والله الا قطعت له ضفارو والله درت ليه وصافي مالي ندير له نفعل له. حنايا تربينا على هذاك الشيء وشفناه كما تيديروا لخواتاتي لرجالاتهم وتتعاملوا معهم مزيان وبالاخلاق وحسنة وداكشي راه حتى انا غنكون هكاك بطبيعه الحال. حاجه وحده غيقبل عليا هو انني انا مدرومه ما كنعرفش نطيب. هو انني كما كتعرفوا انا ما كنعرفش نطيب. انا حمادي مول ياجور يعني غنحاول ما امكن انني نتعلم الطياب على ودو ونعرف شنو الحاجه اللي كتعجبو غادي نبقى نديرها ليه. صافي هنا راه خدينا قنادر هو راه خدا القندورات العائله ديالو كادويات لعائلته وانا خديت القنادر ديالي تقضينا حويجات وخدا هو ما يلبس خديت انا ما نلبس. صافي وجمعنا وشدينا مع الطريق. الله 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 خيتي الله حتى كنت بقاو تضحكوا عليا الاحبه تشدوا بيا انا راه خيتي خليوني عليكم راه ناري ناري. المهم راكم تم تم هنا راه كيدعي معنا مسكين مول المحل الله يسخر لكم الله يكمل عليكم. وهنا لاله مولاي السلطان كاع كبغى البزطام بحال دوك البزطام اللي كانوا كيديروا والدينا تاع الجلد. انا راه كيقلب وراه كاع البزاطم اللي عنده قال لي شوف اللي عجبك خذو. صافي راكم عارفين تقاليد البلاد ما كاينش بحالهم الحمام والبلاغي والجلالب والقمايص. انا بعدا كنشوف شي وحدين ما كيلبسوش تقليدي وكدير العرس ولابسه غير سروال وقميجه وعادي
انا زنحمق على داك الشيء عرفتي الجلابه ديالي ديال العرس راه بقيت لابسها حتى ندمتهم. دابا تشوفوني راه جيت بها في المطار جيت بها في الطياره تيقولوا لي حيدي الجلابه تقولوا انا مزوجه انا مزوجه ما تهضرش معايا. الله يحفظكم ليا فين ما كنتو والله يعطيكم الخير. فيديو الجاي غيكون واعر واعر واعر.